ردوا على صاروخ الوحش بالإنكار، أما هم في كوريا الجنوبية فأطلقوا أول صاروخ فضائي ليثيروا بذلك شهية كيم لإطلاق المزيد من الصواريخ. والصينيون يجرون اللقاءات مع الروس، موسكو تجري انسحابات غير متوقعة لبعض من قواتها، فهل هو تكتيك أم وصول محقق للهدف؟ أما الناتو فينظر المزيد من العمليات على الأرض، فما الذي يجري؟ ما هو سلاح موسكو السري منذ القدم؟ وما هي الوحدة الروسية 29155؟ تحقق بعض تنبؤات العرافة العمياء بانتظار البقية. ما هي الخطة التي قدمتها أوكرانيا وقبلتها موسكو مبدئيا؟ رد أكثر من 40 دبلوماسيا روسيا في بعض الدول الأوروبية. سيول تحاول إنكار قوة كيم جونغ وترد بإطلاق أول صواريخها. تقرير لوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية يكشف حقائق جديدة عن الصاروخ الأخير الذي أطلقته كوريا الشمالية ووصفته بالحدث التاريخي، حيث قالت كوريا الشمالية إن الصاروخ الذي تم إطلاقه هو الوحش واسونغ 17، لكن سيول أكدت في تقريرها أن الصاروخ ليس جديدا، وهو الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ عام 2017 من نوع واسونغ 15. كما أكدت الوزارة الكورية الجنوبية أن مشهد تواجد كيم جونغ أثناء الإطلاق ليس حقيقيا أيضا، ويعد صاروخ الوحش هو سونغ 17 أكبر منظومة صواريخ باليستية متنقلة حول العالم. بينما قالت كوريا الجنوبية إنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب بعد أسبوع من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات حسب ما أعلنت وسائل إعلام أمريكية. وقالت وزارة دفاع كوريا الجنوبية إن الاختبار جاء في منعطف خطير للغاية انتهكت فيه كوريا الشمالية مؤخرا قرار تجميدها وأطلقت صواريخ باليستية عابرة للقارات. فما الذي يعنيه أن تختبر سيول صواريخها وتطالب بمنع بيونغ يانغ من ذلك؟ ألم قال وزير خارجية الصين مستعدون للارتقاء بعلاقتنا مع روسيا إلى حقبة جديدة. بينما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأربعاء بأن موسكو وبكين تقودان العالم نحو نظام أكثر عدلا خلال أول زيارة له إلى الحليف الصيني منذ بدأت قوات بلاده بالهجوم على أوكرانيا قبل شهر. وقال لافروف إن العالم يعيش مرحلة بالغة الخطورة في تاريخ العلاقات الدولية، سنمضي وإياكم نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب عادل وديمقراطي. ويأتي هذا اللقاء الودي بعد تهديدات أمريكية وغربية للصين، تكتيك أم غير ذلك؟ أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة تجميع القوات المسلحة الروسية لتحرير دونباس بالكامل، وصرح المتحدث باسم الوزراء إيغور كوناشينكوف بأن هدف المرحلة الأولى من العملية الروسية في أوكرانيا كان يكمن في إجبار العدو على حشد قواته للحفاظ على السيطرة على مدن كبرى ومحاصرة هذه القوات في ميادين القتال من دون اقتحام المدن بغية تفادي سقوط خسائر بين المدنيين، ولتكبيد تشكيلات نظام كييف هزيمة ستمنعه من استخدام هذه القوات في المحور الرئيسي لعمليات قواتنا المسلحة أي منطقة دونباس. أما الناتو فأعلن أمينه العام يانس ستولتنبرغ أن الحلف لا يرى انسحابا للقوات الروسية من أوكرانيا وأنه يتوقع هجمات إضافية في أوكرانيا. ويبقى السؤال المطروح هو ما الذي أرادته موسكو بانسحاباتها هذه؟ السلاح الخفي. جواسيس روسيا ووجهها الخفي سلاحها السري منذ الأزل. قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن المسؤولين في أوكرانيا يخشون السلاح الروسي الخفي الداخلي في الحرب الروسية على أوكرانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن السلاح الروسي لا يتمثل في القوة العسكرية ولكنه يتعلق بشبكة الجواسيس التي نجحت موسكو في زرعها داخل أوكرانيا، والتي يمكن أن تمثل تهديدا لا يقل شراسة عن التهديد العسكري. وبرغم تطهير معظم العناصر بعد ضم موسكو للقرم، إلا أن المسؤولين في كييف لا يزالون يشعرون بالخوف من وجود بقايا لتلك الشبكة. بايدن في مأزق.
صحفي يضع بايدن في مأزق بسبب تراجعه عن تصريحاته. وقال أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي: هل أنت قلق من أن القادة الآخرين في العالم سيبدأون في الشك في عودة أمريكا إذا استمرت بعض هذه الأشياء الكبيرة التي تصرح بها على المسرح العالمي وتتراجع عنها باستمرار؟ ليرد بايدن: مثل ماذا؟ ليرد الصحفي على سؤال بايدن: لقد جعلت الأمر يبدو في اليومين الماضيين وكأنك أخبرتنا أن القوات الأمريكية كانت مع أوكرانيا، لكن بايدن أنكر التراجع عن تصريحاته. الأحداث والتطورات. العرافة العمياء تعود من جديد لإثارة الجدل بابا فانجا، حيث تنبأت العرافة البلغارية أن بوتين سيصبح سيد العالم، كما اعتقدت بابا فانجا أن روسيا ستهيمن على العالم. وكانت هذه التنبؤات بعضا مما قالته هذه العرافة قبل أكثر من 40 عاما. ويبقى ذكر أن العرافة ماتت قبل أكثر من 25 عاما، وقد تحققت العديد من تنبؤاتها إلى حد هذه اللحظة، مثل انفجار مفاعل تشيرنوبيل وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بانتظار البقية. خطة من 5 بنود قدمتها أوكرانيا ووصفتها روسيا بالبناءة، ووعدت موسكو بدراستها. إعلان أوكرانيا دولة محايدة وغير نووية وخارجة من أي تحالفات على أساس ضمانات دولية، أن تتخلى أوكرانيا عن محاولة استرجاع دونباس والقرم بالوسائل العسكرية، الامتناع عن استضافة قواعد عسكرية أجنبية أو تدريبات عسكرية في أوكرانيا من دون موافقة الدول الضامنة وأهمها روسيا. روسيا لا تطلب عدم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، تصاغ الخطة وبعد ذلك يتم التوقيع عليها خلال اجتماع بين زعيمي البلدين بوتين وزيلينسكي. وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تقدمت لمسافة 6 كيلومترات شرق أوكرانيا وتمكنت من قتل 60 من قوات العدو. الناتو يتوقع المزيد من الهجمات الروسية في أوكرانيا. زعيم الشيشان قديروف يظهر في ماريوبول مع قائد روسي أذيع خبر مقتله. موسكو تتهم واشنطن بتدريب مقاتلين من داعش قبل إرسالهم للقتال في دونباس. مستشار الأمن القومي الأمريكي: القوات الأمريكية المتواجدة في بولندا للدفاع عن أراضي الناتو. بينما قالت CNN إن القوات الأمريكية في بولندا تعمل بالقرب من القوات الأوكرانية، فهل يستفز هذا الأمر موسكو لتبدأ بحرب ضد أمريكا؟ زيلينسكي يلوم الغرب: لقد أخطأتم، ألا تستحق روسيا حظرا نفطيا؟ أكد ترامب أن زوجة رئيس بلدية لموسكو قدمت 3.5 مليون دولار لهانتر بايدن وعائلته. وقال ترامب: هذا كثير من المال، أعطته 3.5 مليون دولار، وأعتقد أن بوتين قد يكون لديه الرد على هذا الأمر، أعتقد أن عليه كشفه علنا. 4 دول أوروبية تعلن طرد أكثر من 40 دبلوماسيا روسيا بمزاعم أنهم ينشطون سرا كضباط استخبارات لمصلحة موسكو، فكيف سترد روسيا على هذه الخطوة؟ موسكو تسحب بعض قواتها إلى بيلاروسيا، فهل اقتربت الحرب من نهايتها أم أنه تكتيك روسي؟ بايدن: حرب روسيا على أوكرانيا تهديد لأوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو: العمليات العسكرية الروسية ستستمر لتحقيق جميع أهدافها. مصر ترفع رسوم قناة السويس من 5% إلى 20% بسبب الحرب الأوكرانية. ألمانيا ترفض شراء إمدادات الغاز الروسية بالروبل، كما فعلت برلين مع النمسا خطة الطوارئ لضمان إمدادات الغاز. كوريا الجنوبية تطلق الصواريخ وتستغرب قيام جارتها الشمالية بالأمر ذاته، والعالم يتساءل لماذا قامت موسكو بهذه الانسحابات. وبايدن في مرمى الصحافة: فكيف ستنتهي هذه الأحداث يا ترى؟